أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 7,720,727 سهما بقيمة إجمالية قدرها 1,165,512 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 197 صفقة. وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 32 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مصرف السلام.